السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيه خبر صدر على جريدة النهار يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019 متعلق بتصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. قال أن مصالحه باشرت دراسات حول إمكانية تشجيع عمل المرأة عن بعد. حدام قال بأن 32% من المتخرجات من الجامعة لا يشتغل. النسبة الوطنية لتشغيل النساء لا تتجاوز 18% 18%. كشف أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي البروفيسور تيجاني حسان حدام أن الإحصائيات الأخيرة بينت أن الفتيات الحاصلات على الشهادات الجامعية هن أكثر نسبة تعاني من البطالة، أي ما يعادل نسبة 32% من مجموع البطالين في الجزائر. قال الوزير من خلال كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس ديوان وزارة العمل نصر الدين بوغرا خلال فعاليات يوم دراسي حول العمل عن بعد أن مصالحه باشرت دراسات حول إمكانية تشجيع العمل عن بعد باعتباره أحد أشكال العمل الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال لرفع نسبة تشغيل النساء خاصة تلك الفئة الحاملة للشهادات الجامعية. لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة العاملة في سيرورة وحرفية التنمية الوطنية المستدامة باعتبار أن أكبر نسبة بطالة مسجلة لدى الجامعيات بنسبة 32%. وفي ذات السياق أكد المسؤول الأول عن قطاع الشغل في الجزائر أن تواجد المرأة العاملة في سوق العمل يبقى بنسب محتشمة، حيث تتراوح النسبة أو النسبة الوطنية لتشغيل النساء ما بين 17-18%، وهي نسبة لا ترقى إلى طموحات الدولة بالمقارنة مع الإمكانيات المخصصة لتعليم وتكوين المرأة، حيث تؤكد هذه الإحصائيات من خلال النسب المرتفعة للفتيات المتخرجات من الجامعات ومراكز التكوين المهني، حيث تم تسجيل نسبة 50% من الفتيات في كل أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي للسنة الدراسية 2018-2019، بما قدرت نسبة الفتيات الناجحات في شهادة البكالوريا لسنة 2019 ب 64%. أما الفتيات المتخرجات من الجامعات في السنة الجامعية 2018-2019 فقدرت ب 65.6%. وعلى الصعيد الذاتي أشار الوزير إلى أن قطاع العمل أعطى أهمية بالغة لتشجيع المرأة من حيث تسهيل في وكالة التشغيل الوطنية، حيث بلغت نسبة تنصيب النساء الطالبات للعمل في إطار برنامج الإدماج المهني 60.72%. في سنة 2019 مما سيسمح لهن بالتثبيت الآلي في 3 سنوات القادمة من خلال قرار الحكومة الأخير القاضي بإدماج ذوي العقود ما قبل التشغيل. وأضاف البروفيسور أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنصاج والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة يعملان على تشجيع المقاولات النسوية من خلال تقديم التسهيلات والمرافقة في جميع مراحل إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تسجيل أزيد من 39,000 مؤسسة منشأة في إطار برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وبنسب متسارعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنشأة من قبل النساء 17% للمجموع المشاريع الممنوحة خلال هذه السنة. إلى هنا نكون قد انتهينا. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك بالقناة على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل المعلومات فيما يخص قطاع التوظيف. إلى هنا نكون قد انتهينا وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.